الفيديو للمتزوجات، واحدة بعتالي مشكلتها، بتقولي أنا زوجة متجوزة ومخلفة 3 أولاد، في الفترة الأخيرة علاقتي بزوجي متوترة، بقيت متضايقة منه، مع الوقت بقيت قرفانة منه، وفي الفترة دي اتعرفت على راجل تاني عن طريق الشات والفيس، احنا بنتكلم، مجرد بنتكلم مع بعض، لكن أنا بقيت متعلقة بيه وسعيدة إن أنا بتكلم معاه، وحاسة إن هو بقى ممكن يحل محل جوزي في كل شيء. طبعا انا عارفة ان اللي انا بعمله غلط وحرام وما ينفعش تحت اي مسمى من المسميات، لكن انا واقعة تحت ضغط كبير، ان انا مش طايقة جوزي او قرفانة منه، وبدأت ان انا انجذب ناحية هذا الرجل. قوليلي اعمل ايه يا ياسمين؟ اول جزئية طبعا ان انتي معترفة ان اللي انتي بتعمليه ده غلط وحرام وما ينفعش ان انتي تعمليه، فدي حاجة كويسة قوي، يعني انتي مش مكبرة، ما بتقوليش ان اللي انا بعمله دوت عادي او شيء مباح ورجالة كتير بتعمل كده، طب ما الرجالة زي الستات والرجالة تعمل كده. انا اللي هو اللي بتفكر التفكير ده تبقى هي في مشكلة كبيرة قوي، يعني مشكلة اضافية عن المشكلة اللي هي فيها، هي مبدئيا كده عارفة انها اللي بتعمله غلط، فده كويس ان انتي عارفة اللي انتي بتعمليه غلط. خلي بالك ان الشيطان ما بيجيلناش بطريقة مباشرة يقول لنا اذنه، اعرفي غير جوزك، اعرف غير مراتك، هو الشيطان ده بيلف كده، ودنك منين يا جحا، يعني بيجيلك بطريقة غير مباشرة، فالشيطان اللي دخلك والامتحان اللي انت فيه ده فتنة، فتنة من الشيطان، ان انت متضايقة من جوزك حاجة الشيطان بعتلك. ما هو الانسان اللي انت بتكلمين ده من شياطين الانس، احنا عندنا شياطين الجن وشياطين الانس، فالانسان او الشخص الاخر اللي انت بتكلميه ده هو كمان بيخون مراته، لانه بيكلم واحده غير زوجته، فالشيطان دخلك ان انا متضايقه من جوزي، اصله بيعمل كذا، اصلي قرفانه منه كده، فاتجهتي للشخص الاخر، فالشخص الاخر ده بدا يكلمك كلام، هو طبعا عنده ايه، عنده فراغ، فهو عايز يطلع الفراغ اللي عنده معاكي انتي. وعلى فكره في ناس بتبقى موجوده على مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا عشان هو يوقع الست فيه، يوقع الست في شر اعمالها، وبعد كده يبتزها ويقعد يقول لها لو ما عملتيش كذا هقول لجوزك، لو ما اديتنيش فلوس هعمل لجوزك. فخلي بالك اللي داخلك ده داخلك عشان يبتزك، داخلك عشان يخرب بيتك، داخلك لغرض في نفسه، وهيبان لك الغرض ده بعد كده، فخلي بالك عشان رجليكي ما تجيش اكتر من كده. كويس قوي ان انت عارفه ان انت غلط، اعملي له بلوك، اقفلي تليفونك، ارجعي تاني لحضن جوزك، ارجعي تاني لربنا، ادعي ربنا ان هو يخرجه من قلبك، ادعي ربنا انه يصلح ما بينك وما بين زوجك، اهتمي ببيتك. انت عارفه يعني ايه بيت وزوج واولاد، يعني انت مثلا لو اولادك في مراحل التعليم المختلفه هتبقي مش لاقيه وقت اصلا، هطبخ ولا هذاكر لهم ولا هنضف البيت ولا هعمل شغلي ولا. فالشيطان دخلك من مدخل فراغ، دخلك من مدخل ان انت متضايقه من جوزك، وبدا الشيطان يزود لك العيوب بتاعت جوزك ويظهر لك محاسن هذا الشخص. حضرتك ما تعرفيش مرات الشخص التاني ده قرفانه منه في ايه، ولا هو مثلا متخانق معاها وعايز يطلقها عشان هو خاين وهو بتاع ستات وهو، بس انت ما تعرفيش ده، انت بتكلميه من خلال شاشه، انت ما تعرفيش الشخص التاني ده ايه، ممكن يبقى فيه عيوب الدنيا كلها وهو ظاهر لك بس الجانب الكويس، وانتي بالفتنه اللي انتي فيها انتي شايفه ان هو بيتكلم حلو ورقيق، ومثلا لو بعت لك صورته الشيطان حلاه في عينيكي وحاجات كده. الحقي نفسك، ارجعي لنفسك قبل ما تخسري بيتك وجوزك واولادك. لو في اي مشاكل ما بينك وبين جوزك ابداي حليها، ممكن تدخلي حد حكيم من اهلك او من اهله في المشكله، عشان ربنا يعني يستر على يعني ولايانا كلنا ويستر علينا كلنا، وربنا يكفينا شر الفتن، ومفيش حد كبير ان هو ممكن يقع في اي وقت ويضعف في اي وقت، لكن انتي اعتصمي بحبل الله وارجعي لنفسك قبل فوات الاوان، وربنا يصلح حالنا وحالك يا رب.